أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر تثمن محفل البريكس بلس باعتباره منصة لدفع التعاون وتعزيز التشاور بين تجمع البريكس ودول الجنوب. وخلال كلمته بقمة بريكس، أكد الرئيس السيسي على أهمية تعظيم الاستفادة من بنوك التنمية متعددة الأطراف لتكون أكثر قدرة على تعزيز نفاذ الدول النامية للتمويل الميسر، بما في ذلك النفاذ لتمويل المناخ. تثمن مصر محفل البريكس بلس باعتباره منصة لدفع التعاون وتعزيز التشاور بين تجمع البريكس ودول الجنوب. وفي هذا الإطار أود الإشارة إلى النقاط التالية. أولاً، أهمية تعظيم الاستفادة من بنوك التنمية متعددة الأطراف لتكون أكثر قدرة على تعزيز نفاذ الدول النامية للتمويل الميسر، بما في ذلك النفاذ لتمويل المناخ. ونؤكد على الدور المهم لكل من بنك التنمية الجديد والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في توفير التمويل اللازم والميسر للدول النامية لتنفيذ المشروعات التنموية في قطاعات متعددة. ثانياً، ضرورة استثمار اجتماعات البريكس بلس لتعزيز التعاون جنوب-جنوب وتكثيف تبادل الخبرات في مختلف المجالات، فضلاً عن تنفيذ مشروعات مشتركة لتحقيق المنفعة المتبادلة. وأود في هذا المقام أن أؤكد استعداد مصر لمواصلة جهودها لتنفيذ العديد من مشروعات التعاون الفني وبناء القدرات مع الدول الراغبة في ذلك. ثالثاً، أهمية استمرار التعاون والتشاور بين الدول النامية لضمان الحفاظ على فعالية المنظومة الدولية متعددة الأطراف والتصدي بشكل جماعي لمحاولات فرض سياسات أحادية ومنفردة بما يضر بمصالح دولنا.